من أيام شهدت محافظة أسوان مهرجان للفنون الشعبية، وبكرة هيرجع مهرجان دندرة لمحافظة قنا. هنشوف حفلات الأوبرا في قلب الصعيد، مصر مع مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية هنلاقيها موجودة هناك. نتابع. بعد طول انتظار يعود مهرجان دندرة للموسيقى والغناء لتقام دورته الثانية بمحافظة قنا، وفي رحاب الحضارة والتاريخ المصري القديم، وفي حضن واحد من أهم المعابد المصرية، وذلك في خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الثقافية والخروج بالمنتج الثقافي من حدود العاصمة للأقاليم. والناس بتحب كل الناس، صوتك يونسني من نظرات وعلى مدار 3 أيام تجتمع أشكال إبداعية متنوعة بثلاث حفلات يحييها أمير الغناء العربي هاني شاكر وريهام عبد الحكيم وياسر سليمان وإيمان عبد الغني وطارق العربي. يشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، كما يتم افتتاح معرض الكتاب بنادي فتيات قنا، ويشمل مجموعة من أهم العناوين في مختلف أنواع الفكر، ليكون مهرجان دندرة فاعلية تعمل على زيادة وعي أهل الصعيد الثقافي والحضاري وشغفهم بالفن الراقي، بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية. هتفق معنا دكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. خطوة مهمة جدا من خطوات التوزيع العادل للثقافة، عايزين نعرف من حضرتك الاستعدادات النهائية لانطلاق المهرجان. هو طبعا زي ما حضرتك قلت خطوة مهمة جدا للتوزيع العادل للفنون والثقافة بشكل عام. مهرجان دندرة من أجمل المهرجانات اللي الأوبرا قدمتها في السنين اللي فاتت، وكان مهرجان رائع جدا المرة الأولانية اللي تقدم فيها من 2 سنين. السنة دي احنا طبعا المسرح تم إنشاؤه والإضاءة جاهزة والصوت جاهز، كل الإمكانيات لتقديم حفل مميز موجودة في قنا في معبد دندرة، المعبد الرائع الجميل خالص دوت، يعني بصراحة الواحد لما بيشوف عظمة مصر فيه وفي كل المعابد بتاعتنا. احنا عندنا 3 حفلات يوم 3، 4، و5 زي ما حضراتكم ذكرتوا. عندنا اول يوم الفنان الكبير هاني شاكر، ثاني يوم عندنا الفنانه ريهام عبد الحكيم مع نجوم الاوبرا ايمان عبد الغني وياسر سليمان، ثالث يوم عندنا الفنانه طارق العربي ترقان، ودول الثلاثه اول مره يقدموا في قنا، لان احنا المره اللي فاتت ما كانش موجود الثلاثه دولت او الثلاث فرق دولت، فاحنا تعمدنا نجيب ناس جداد غير اللي جم قبل كده خالص. ان شاء الله الحفلات هتبتدي يعني من الساعه 6 مساء، لان طبعا الحفلات بتقعد وقت كبير وبتخاف لا يكون بالليل يبقى في ساعه ولا حاجه، بس الجو دلوقتي حلو جدا. صحيح. انا موجود هناك، جو جميل جدا وجو رائع جدا جدا جدا. اكيد الشعب القنائي دايما متعطش للفنون وللثقافه، نقدر نقول احنا بنقدم لهم ايه مختلف السنه دي عن السنه اللي فاتت او عن الدوره الاولى؟ السنة دي طبعا زي ما قلت لحضرتك 3 نجوم مختلفين، وجايبين معانا الفنان طارق العربي ترقان، ده من أحد الفنانين المهمين في أغاني أفلام الكرتون ومسلسلات الكرتون، هو له جمهور كبير جدا 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 مش بس في مصر، في الوطن العربي بشكل عام، وطبعا احنا بناء على الطلب اللي بيقعد الجمهور يطلبه مننا فاحنا قلنا نقدمه لهم برضك. طبعا معانا الفنان هاني شاكر اول مره يغني في المهرجان دوت، الفنانه ريهام. حضرتك ذكرت اسامي الفنانين، لكن انا بتكلم فعاليات مختلفه ممكن تكون بتقدم يعني مختلفه عن الدوره الاولى. حضرتك احنا المهرجانات بتبقى عروض، فاحنا مقدمين عروض مختلفه عن العروض الاولى، لكن فعاليات مختلفه اخرى مش في المهرجان، مش في المهرجان كده. يعني ما بيبقاش في المهرجان. عظيم. طيب دكتور مجدي، يعني اختيار معبد دندرة زي ما حضرتك قلت يعني حالة من الإبداع وألوان محتفظة برونقها لحد دلوقتي، ده كان اختيار مناسب جدا، لكن هل بنفكر في تكرار هذه التجربة في محافظات أخرى؟ احنا عندنا بعد يومين يوم 10 11 12 عندنا برضك مهرجان في معبد أبيدود،
في محافظه سوهاج. ان شاء الله هيبقى يعني الاسبوع الجاي على طول في ثلاث حفلات اخرى في معبد ابيدوس، والمعبد ده برضك معبد جميل جدا، معبد ابيدوس في محافظه سوهاج. واحنا يعني هنخلص المنظره هنروح على ابيدوس على طول ان شاء الله. وفي عده مهرجانات اخرى. كان طبعا في اتفاق بين معالي وزير الثقافه الدكتوره ايناس عبدايم والدكتور خالد عناني وزير السياحه والاثار على تنظيم عده مهرجانات مختلفه في شمال وجنوب مصر ان شاء الله. احنا عارفين ان كان في يعني في الدوره الاولى يمكن شفنا عروض مختلفه جدا، وحضرتك بتوعدنا كمان بعروض اكثر اختلافا في الدوره الثانيه. احنا شايفين نسمة عبد العزيز، شايفين فرق مختلفه. فكره انهم يروحوا ويوصلوا لاماكن مختلفه، ما يبقاش الفن بس عاصمته موجود في العاصمه فقط القاهره، انها بتوصل لكل الاماكن، بتوصل اقاصي الصعيد وبتوصل لاماكن مختلفه. ده بيخلق لنا جيل شكله ايه وعنده استعداد يتقبل افكار ايه؟ اولا المره اللي فاتت انا يعني في الدوره الاولانيه بتاعت مهرجان دندره انا شفت اطفال وشباب وكبار بسطاء جدا جايين يتفرجوا على المهرجان وكانوا سعداء جدا. المره دي بصراحه يعني مش عايز اقول لحضرتك، من اول ما ابتدينا نوصل المحافظه الناس متعاونه جدا جدا وسعداء جدا، ويعني بيشجعونا ان يبقى الموضوع ده مستمر، يبقى كل سنه. جيل طبعا هيبقى جيل حابب جدا الفنون بشكل عام، لانه شاف الفنون اللي بتتقدم في القاهره شافها عنده، فده حاجه مهمه جدا جدا. اكيد اكيد هيطلع جيل مثقف يا دكتور، دي نقطة برضه مهمة، هيطلع طبعاً. جيل مثقف، جيل واعي. أنا عايز أقول لحضرتك إن طبعًا جيل الأهل الصعيد بشكل عام مثقفين جدًا، ويعني لما كنا بنتناقش معاهم في بعض الحفلات السنة اللي قبل اللي فاتت في المهرجان الأولاني، كان في بعض الآراء والأفكار اللي بتتقال اللي الواحد يعني بقول لهم أنتوا بجد حافظين كل حاجة وعارفين كل حاجة، يعني بجد عظيم جدًا. ما يقلوش عن اي مكان في مصر، بل بالعكس يمكن افضل بكتير جدا في تفكيرهم وفي ثقافتهم. وهو ده المطلوب يا دكتور مجدي. دكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصريه، شكرا جزيلا لحضرتك.